يا هلا ويومية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم فايت عليكم باللايت. ادري ما تقول لنا شنو السالفة، شرطي سوات؟ لين عجبني اصوركم فلوق ابدي بالليل. ما ادري ايش طخت براسك، كنت نايم على الشرباية فكرت قلت خل اروح اطلع اصور فلوق. شعدي انا والنوباني ضايق كنت، والسيارة الهوندي سونات الهونداي انا خربطة بيناتن. الهونداي سوناتي بيها شعراية مال بنزين، فقلت خل اروح اصور فيديو وهمين نجيب لها بنزين، ندير لها بنزين، نجيب لها وندير، المهم ندير لها بنزين. وقلت همين اصوره بالليل، خل نبدي الفلوق بالليل. طبعا هذا اللايت عالمي، شوفوا اني وصل. والحلو بيه زوم، يعني هيجي تضغط لي جوه يفتح لك نور قوي، تدفعه هيجي يوصل لك نهاية المنطقة. وبي بعد عالي، شوف العالي مالته شلونه، يعني هذا ينور الدنيا. شوفوا حتى وجهي شلون باع شلون طلع ما شاء الله. يلا مشونا، خلينا نروح نجيب بنزين للسوناتي وندير الهيا. هسه نروح نجيب بنزين، طبعا راح نروح بالحبيبة اللكزز. وصلنا للمحطة، هنفول بنزين للسيارة، ندرس الدبة الصفرة. ردت اقول مشكلتنا وحدة بس، بوعت على هاي الجهة الحمد لله لقيت عندنا يغدان ما دهن، بس عادي ندير بي بنزين. اكو ناس من يفتحون القبق مع السيارة هيك يخلوه، وهذا الشي غلط. مو تفتح القبق، شوف هذين الركستين الصغار، تجيب القبق وتخليه بي. ولك وقع البنزين كله علي. شيل هاي الورقاية، سد القبق. كانت بيها حباية وحدة، هسه صارن ثلاثة. أصبحنا وأصبح الملك كل الله. طبعا اليوم راح ناخذ هاي الحلوة للفحص. طبعا قلت يم أخويا نصلح التاير، تذكرون من نفخنا كل مرة أن نفخه ويفش. ذاك يوم شنت تقرأ بالتعليقات من قلت لكم التاير جاي ينزل عندي، تعالوا خلنا نصلحه أو نفخه. واحد كاتب بالتعليقات اكو بالتاير مالتك بسمار. صدق والله، شو شيكت قلت خل اشوف صدق لو يشاقه وياي، طلع صدق اكو بسمار بالتاير. هسه راح نصلحه، بس منتظر البلايس اشلعه ونخلي هذا. طلعناه البسمار هذا وصلحناه للتاير. هسه الساعة بالعشرة تقريبا، بعد الساعة ان شاء الله بالدعش ونتوكل.
راح اوصل للمكان ذاك هناك صاير. طبعا السيارة ما خليت عليها اي رقم لان ما عندي رقم اخلي عليها، فعادي تمشي بيها اليوم لان انت عندك اوراق وبيها فحص السيارة. هذا المكان هنا، بسم الله. طينا الاوراق للشرطية، اخذتهن الرسيدات كلهن الوصول مال الغراض اللي نشتريهن، وراح افوت السيارة من ظهر العمارة من هنا. هذول الشرطة مال هاي واي هنا كله ما يتحاكون. خلصناها الحمد لله. هاي سيارات الشرطة، حولنا التايتل المعاملة، وهذا الرقم الجديد مال اوهايو. طبعا صدموني والله، رقم كلش حلو، سووه هيك مثل شمس وغابة ومدري شنو. ذولاك هناك جهال يلعبون وكلب. طبعا كلش عجبني. وهاي طيارة، طبعا اوهايو مشهورة بالطيارات، اول مكان طاروا بيه بامريكا مدري بالعالم كله هو باوهايو، فدائما يشوفون الطيارات يعني ترمز انه باوهايو. شديت الاستيكر بشهر العاشر ينتهي بهاي السنة. يلا مش خلنا نشد ورا، حضر البراغي، بس خلنا نفتحهن بايدي. وهذا خلصنا الرقم، كلش عاجبني الشكل مالته الجديد. هسه نطلع على البيت وان شاء الله يوم دل 300 الكرايسلر. صارت الدنيا الليل، قبل شوي رجعت من الشغل ورا ما كملنا السيارة، راح اروح اطلع ناخذ لي فرة شوية بمكان، لان شوية ضوجة بالبيت واحد انه الليل صار شطولاته، يعني الساعة بالخمسة ارجع ومن الخمسة لحد 12 بالليل يلا انام، هذا كل الوقت اقضي بالبيت. جاي فوق البنزين يا يابع البرد، اويلي لا حد يجي لاوهايو، دير بالكم اللي يجي لامريكا اللي يجي لاوهايو خليه يروح ينزل جوا بالولايات الحارة احسن له، لان البرد هنا ماكو ما ينحمي. بالشتاء الحياة تنعدم، شغل بيت شغل بيت. ها هي شايفين اكو بالفيديوهات ناس ينسون هاي بالسيارة هنا ويطلع يسوق، فيجر هاي كلها وياه. بس هسه التصميم الجديد سووه من هنا وتنقطع من هاي، يعني اذا جريتها راح تنفصل من هنا وهاي تبقى كلها ما بيها شيء. جيت على الوالمارت، خلنا ناخذ لنا كم شغله. بس قبل لا نروح تعالوا خل اقول لكم شلون اشتريت الرقم وشلون سويت للسياره فحص. هنا من انت تشتري الرقم باي ولايه بامريكا ما يطول 5 دقائق. اول شيء الفحص مالتها، لازم كل سياره سالفج تطلع من كوبارت او اي اكشن ثاني لازم يصير لها فحص، وهذا الفحص توديها المكان يشيكوا لك اياها حتى يشوفون السياره انه قابله او صالحه انه تستخدمها بالشارع. ورا ما يفحصوها ويكملون يعطوك موافقه تروح تشتري رقم، تعطيهم التايتل مال السياره الوثيقه مالتها ويعطوك رقم عليها. واكو شغله حلوه هنا، من تودي سيارتك للفحص يسالوك وين الرسيدات مال الغراض اللي اشتريتهن الوصولات، فلازم تجيب لهم الوصولات كلها مال الغراض اللي اشتريتهن. هاي الوصولات ياخذوها من يمك ويشوفوهن حتى خاف اكو واحد غيرك يبوك سيارات ويبيع للعالم، مثلا عن طريق الفيسبوك او مثلا عن طريق الاصدقاء يبيع القطع مال السيارات، فهذا لا عنده محل ولا عنده اجازه فيبوك السياره ويبيع قطعها، وانت اذا اشتري قطعه من يمه فما راح يكون عندك رصيد او وصل من يمه، فبهاي الحاله راح يقللون البوق مال السيارات حتى الناس ما تبوك سيارات ويبيع قطع مالتها غيار غير واحد. ايدي يبست من البرد، ما جاي احس بيها، عبالك مدخلها بثلاجه. والله اعرفكم على صاحب الجديد، عمو قرد، عمو قرود، هذا سعره 30 دولار. شوفوا شلون حلو. بس قولولي هسه منو يصيد بهذا البرد؟ يعني هسه اذا تاخذ سناره وتخلي بيها اكل وتشمرها تروح تسوي طق طريش الطبطو والسنارة بعدين توقف على الثلج، لان حتى البحيرة جامدة. بما انه جان اشتغل هواي بالقراج، فاخذت 4 اضوية LED سعرهن تقريبا 11 دولار، واخذت مرايات 2
للجوانب مال السيارة. شوفوا هنا أنا بول مارت خالين هذول الأشخاص اللي مخطوفين. شوف كلهم أطفال يعني ما تتجاوز أعمارهم 19 سنة. دولة كلهم مخطوفين بس مكتوبين missing يعني شلون أقول لكم ضايعين مو مخطوفين وما يدرون مصيرهم وين. ويقول لك إذا لقيتهم خابر على 911 911 رقم الشرطة. يا يابا على أمريكا. طبعا هاي اللوحة يمكن كل شهر يبدلوها يخلون شوكولات جديدة. كل ما أجي الوالمارت مرات تصدف وهاي اللوحة اللي شوفت لكم إياها هذول الأشخاص المفقودين دائما أبقوا عليها صافين. أقول سبحان الله هذول وين رايحين هسه شنو مصيرهم؟ ميتين عدلين عايشين؟ بس أكثر هذول اللي هنا يعني شلون ينهزمون من اهاليهم لو يعني يسوون فد مشاكل ويفلتون والله اعلم. شفتوهم ذولا كلهم ما تتجاوز اعمارهم 19 سنه كلهم مختفين. بسم الله نفتحن اشلع الاستكر مالتها. اكو ناس يحبوها هنا بس اني دائما ازكي بهذا الركن. بسم الله لزقت. وهاي الحلو بيها تفتر. اشوفكم بالجراج مش خل نروح نشتري قلوبات. وصلنا للجراج. تعالوا شوفوا الجراج هسه شلونه وخلينا نبدل هذين القلوبات ونشوف شلون يصير. الاضويه صفر مالته نبدل اول شيء هذا ونشوف شنو الفرق اللي راح يسوينا هذين القلوبات اللي جبناهن. يقول لك هذين القلوبات يصرفن بالسنه دولار و8 سنت يعني السنه كامله هذا تبقى مشغله 24 ساعة يصرف لك بس دولار واحد. اما هذاك الاصفر اللي يصير هذا الجلوب الحار اللي يجي بحرارة فذاك يصرف هواية. بس اكو معلومة تقول انه الجلوبات هذا النيتشة المدري شو يسموهن المو LED يطولن اكثر من الال اي دي. هذا الجلوب الاول جاهزين؟ بسم الله. هاي شنو؟ شو احسه يضرب بمكان واحد؟ شنو السالفة؟ خافان جبت القلوبات الغلط؟ جاي تلاحظون مثل ما انا لاحظ؟ احسه يضرب هيك بس لي جوه. بعد قديم منور الدنيا وهذني يقول لك جديدات وما ادري شنو بس هذني طلعا مال السقوف الثانوية. انتظروا الشايب بالفيديو الورا هذا ان شاء الله راح نكمله على الاخر. بسم الله اليوم الثاني. طبعا شنو هاي المجمدات هنا مكوميهن؟ والله ما ادري شنو سالفتهن. عفوا من المجمدات. من يحب الاندومي بقدي اموت على الاندومي. طبعا نكهة خضر بس اكل وبشرط الاندومي العربي. النكهة مال الخضار غير هاي ما اكل اي واحد. راح نروح انا وامي ان شاء الله على مزرعة يبيعون بيها دجاج وطليان وديوتشة وكل هذين السوالف. راح نشوف اذا نحصل لنا طلي مناك زين راح نشتري ان شاء الله. بعد 4 دقائق ونوصل ان شاء الله. بس هاي المنطقة كلش حلوة عجبتني باوع ما شاء الله. هاي على اطراف المدينة صايرة مالتنا تبعد عنا 20 دقيقة بس مساحات بين البيوت كلش كبيرة. أحلى شيء واحد يقعد هنا أنا لوحده. شو تقولين يمه؟ لا عايش ياخذ لبيت باع كل هالمساحات داير ما دايرة بس حلوة بس بالصيف. بالشتاء مو حلوة بصراحة. باع الآلات الزراعية اللي عندهم. هاي الحجية اللي راح تشوفنا الطليان. عندهم هذين الطليان الثانيات. So this white one here, I could probably do her for 150. This is lamb or? No, they're adults, adults. They've been with the ram, but I don't think she's with baby. Okay. If she is, not very far along. Oh. But these have been with the ram. I just sold my ram a week ago. Okay. 200, Teddy.
باع المكان والله حلو ما شاء الله. إذن النوع الثاني مع الطليان. Okay, 235 for her. Yes. You're taking her today. Yes. Do you have chicken? Huh? Do you have chicken? Mm-hmm. Yeah. Oh. You can I help you with that? Sure. You want to? Yeah. Yeah. I can jump. Oh, okay. Watch your head. Mm-hmm. Oh, to be young again. So that one there. That correct? One. Yep. Is it bite or? No. No bite. Whoa. Yeah, I know. Oh, very citron. All right. Let's hold his the feet. Yep. Yes. Do you have something to cut this to make it? Yes, sweet? I have a knife. Okay. You wanna, or do you wanna use one? I have a knife. Hold this. I have a knife. Okay. Two, right? Sure. Ya Allah, bismillah. باردة. الله الله دير بالك. صعدنا الطلي بس السيارة صار ساعة تخضخض. جاي رافس هنا جوا هسه ايش راح يسوي بالسياره هذه؟ عندهم بزازين وطليان والدنيا محترقه هنا ما شاء الله. ها يا معود شلونك؟ والله مقهور عليك وحيل بس شو اسوي مو بيد اعذرني بيد الوالده هي اليوم راح ولو انت دمرت السياره مالتي بس يلا شو اسوي ما احكي وياك. شلون افاجئكم؟ البارحة جبنا الطلي وبها اليوم صار الجو ثلج اويلي على الثلج يا يابي يا يابي ما احكي لكم البرد يعني والله هسه اللي يطلع هنا غير صدق يجمد. هنا نجيب لك سطيل هسه مال مي نص ساعة احسب لي رأسا يصير عبارة عن قطعة مال ثلج بس ان شاء الله ما يطول هذا الثلج لان اذا طول راح تنعدم الحياة من صدق. خليكم من الثلج وتعالوا شوفوا هذني طبعا وصلني غراض مال الشايب ان شاء الله راح افتحهن ونشوفهن بالفيديو الجاي. انتظروني بالفيديو الجاي ان شاء الله. هواي اكو اشياء اشتريت لها للسيارة حتى نكمل تصليحها وننظفها ونسوي بيها هواي اشياء. راح اروح اطب جوه ولهنانة خلص الفيديو. ان شاء الله الفيديو عجبكم واذا عجبكم اشتركوا بالقناة واللي ما شاف المقاطع القديمة يروح يشوفهن ويلا في مال الله اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة مع السلامة بورتين ادية.